يا المجتمع في التنشئة دورك أساسي، نمي أمانة جيل متعافي سليم. ضد المخدر كلنا نغلق مراسي ونصون دولتنا ومن فيها مقيم. يا الأب تابع دوم ابنك في الأساسي، لا تتركه حتى ورا القفلة يهيم. والأم دورك فصلي لابنك لباسي، أركان دينك علمي ابنك مديم. ضد المخدر نبتره بالفين فاسي حتى ننمي جيل واعي مستقيم. يا المجتمع في التنشئة دورك أساسي، نمي أمانة جيل متعافي سليم. يسعد لي صباحات البيداء، القناة المميزة في نقل الأحداث سواء الرياضية والثقافية، تواجدهم اليوم في هذه الفعالية الفنية المميزة من قبل اللجنة الصحية في محافظة ظفار القائمين على هذا العمل في حملة عازمون بإذن الله تعالى من أجل مجتمع آمن وواعد في قادم الأيام بإذن الله. إن شاء الله تعالى. أستاذي وفناننا المبدع، نحن حقيقة مثل ما سلفنا أنه البيداء تحاول أن تكون متواجدة في كل الأحداث سواء الرياضية أو الاجتماعية أو اللي شيء مبادرات يعني خيرية، فكذلك استضافة الشيوخ والوجوه والناس اللامعين والناجحين على مستوى يعني المحافظة أو على مستوى السلطنة أو خارج عمان حتى. فمثل ما شفت نأمل الجميع حملة عازمون أو قسم عازمون على أنه أن يكون المجتمع خالي ونظيف من آفات المخدرات، فرجل أنت رجل اجتماعي ورجل تحضر من مثل هذه المناسبات، أريد منك ولو لمحة سريعة عن في يعني وجهة نظرك، لماذا هذا الانتشار الواسع؟ لماذا هذه الأسباب يعني؟ والله هو شوف، أولا عمل البيداء واضح، وعمل البيداء طبعا متواجدين في أغلب المحافل في محافظة الظفار سواء مثل ما ذكرتك رياضية ثقافية اجتماعية، وهذا هو البروز الأكبر للبيداء، لأنه طاقم العمل لإظهار الصورة الحقيقية للعمل الحقيقي تواجدهم من الساعات الباكرة في فعالية اليوم. هذا يهدف إلى رموز جدا مميزة أنه في هدف نحن نريد نوصله للمجتمع، هذا هو العنصر الأساسي. العنصر الآخر اللي نحن لابد أن نتكلم فيه، نحن اليوم كرياضيين كإعلاميين سابقين لابد أن نكون جزء في هذه الحياة من إنجاح آليات العمل اللي نعيشها في المحافظة أو في السلطنة بشكل عام سواء كانت رياضية ثقافية اجتماعية. ظاهرة انتشار المخدرات، ظاهرة انتشار القات، ظاهرة انتشار هذه العوامل اللي تؤثر على أجيالنا في المستقبل، لابد أنه نحن نكون نوجه لهم رسائل، والرسائل لابد أنها تكون واضحة. كل الجهات اللي ذكرناها، شرطة عمان السلطانية، مكتب المحافظ، مكتب الوالي، البلدية، وزارة الصحة، التنمية، اجتمعوا على يد واحدة من أجل مكافحة هذا الشيء، ومكافحة هذا الشيء لأجل من؟ لأجل المجتمع، من أجل المجتمع أنه يكون خالي من هذه الشوائب اللي تؤثر على أجيالنا، تؤثر على مستقبلنا، تؤثر على ناس جدا كثيرة. لذلك اليوم الأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة، تعددت الأسباب، ولكن يبقى السبب الآخر الرعاية المنزلية، رعاية الأب، أب الأسرة، لأنه هو اليوم الراعي الحقيقي للأطفال، راح يتحاسب عليهم يوم الحساب، لابد أنه يكون واعي. انشغالات الأب، انشغالات الأم، حالات الطلاق، عدم المسؤولية من الطرفين، هذه العوامل كلها، أصدقاء السوء، السهر، عدم الاهتمام في هذه الجوانب، هي ما أثرت وبدت هذه الظاهرة تنتشر، خاصة العاطلين عن العمل، هذا جزء جدا رئيسي. العاطل عن العمل صار يتجه إلى هالجانب لأنه صار مصدر رزق له عقله، وأصدقاء السوء يوصلون الفكرة والصورة أنه هذا الرزق راح يجيك بعوائد جدا مثيرة مالية وتقدر أنك تعيش، ولكن أسبابه ومضراته جدا في المستقبل البعيد راح تكون متعبة لهذا الشخص، لأسرته، لمجتمعه. ولابد أنه نحن نقف يد واحدة من أجل المكافحة، لابد أنه نحن ننصح، لابد أنه نحن نوجه رسائل، ونحن عبر منبر البيداء نوجه رسائل لأطفالنا وأصدقائنا وأحبابنا أنه لابد أنه نحن نكون على يد واحدة من أجل مجتمع خالي، وطن خالي بلا مخدرات. نتمنى أنه نوصل في السنوات القادمة إلى صفر إن شاء الله مخدرات، لكن هذا العمل لا يأتي بسهولة، لابد أنه نحن نقف مع هذه الجهات اللي ذكرناها. نحن اليوم لما ننشر التوعية ونحط صورنا في اللافتات وهذا، ويشكرون على هذه الدعوة، يشكرون على هذه تلبية الرغبة، ولكن لنا أهداف لابد أنه نحن نوصلها في الأيام القادمة، أنه نحن جزء منكم هذه الجهات، ونتمنى أنه نقدر أنه نوصل رسالة إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير أستاذي. ترى أنا عملت مجموعة لقاءات اليوم حقيقة وأمس، حدود فوق 30 لقاء، وكله من أجل المبادرة في بودكاست عازمون للقضاء على هذه الآفة النتنة والبغضاء حقيقة يعني. فتقريبا كل الوجوه، كل على مستوى الرياضي، على مستوى الشيوخ، على مستوى المؤسسات الحكومية، الأجهزة أيضا الأمنية ما يتمثل بالشرطة، فالجميع كلهم
تقريبا أجمعوا على نفس كلامك، أجمعوا على نفس الأفكار، أجمعوا على نفس الرقابة في المنازل، طبعا توفير الأعمال، يعني مثل ما تفضلت، فهذا شيء يجب نحن أن نوصله إلى الجهات المختصة، إلى المجتمع. فشكرا جزيلا أستاذي على هذا اللقاء، وإذا عندك شيء تريد تضيفه تفضل. والله بالعكس، أنا أتشرف أني أكون جزء من هذا العمل، وأتشرف أني أكون جزء من البيداء في هذا اللقاء المبسط. وعملكم جدا واضح، أنت ذكرت نقطة جدا مهمة، من الأمس إلى اليوم وأنت في تغطيات. نعم. من أجل الوطن ومن أجل المجتمع ومن أجل هؤلاء اللي يعانون من هذه الآفة اللي انتشرت في الفترات الأخيرة. رسالة أخيرة أحب أني أوجهها، لابد من الاهتمام في هذه الكوادر. صحيح. الشبابية، لأن الطاقات الشبابية ممكن أنها تنغرز إلى عوامل جدا كثيرة، منهم ينغرز للعمل الرياضي، ومنهم الثقافي، ومنهم الاجتماعي، ومنهم إلى السهر والذهاب إلى المخدرات وهذه الآفات. لابد أنه نحن نشغل وقت فراغ هؤلاء الشباب. يمكن أنا عندي كلمة أخيرة أحب أن أوجهها، كان في توجه حكومي في السعودية في السنوات الماضية في الجانب الرياضي بالتحديد، في إلهاء الوسط الرياضي السعودي من أجل تقديم الأفضل، لاعبين أجانب على مستوى احتراف، عمل، تلفزيون، قنوات. ليش؟ لما سألوا القنوات السعودية والقائمين على الرياضة قالوا لهم نحن توجهنا من أجل شغل الشباب عن الأشياء اللي راح تدمر المجتمع، وهذه هي الأشياء الحلوة. لابد أنه نحن نشغلهم في أشياء تفيدهم في المستقبل. وجزاكم الله الخير على هذه التغطيات الجميلة، نتمنى لكم التوفيق في قادم الأيام في تغطيات أفضل من هذه التغطيات وفي تواجد أفضل، لأنكم أنتم دائما مميزين وتستحقون التميز وتستحقون الإشادة. الله يسلمك. شكرا اللاعب الكبير والمعروف والنجم عبد الله كامونة، ولا يسعنا مرة أخرى إلا نشكرك جزيل الشكر. أعزائي المشاهدين والمستمعين، في آخر هذا اللقاء لا يسعنا إلا نشكر الأستاذ عبد الله بن كامونة، لاعب منتخب عمان سابقا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اجتمع في التنشئة دورك أساسي، نمي أمان الجيل متعافي سليم، ضد المخدر كلنا نغلق مراسي، ونصون دولتنا ومن فيها مقيم. يا الأب تابع دوم ابنك في الأساسي، لا تتركه حتى ورا القفلة يهيم، والأم دورك فصلي لابنك لباسي، أركان دينك علمي ابنك مديم. ضد المخدر نبتره بالفين فاسي، حتى ننمي جيل واعي مستقيم. يا المجتمع في التنشئة دورك أساسي، نمي أمانة جيل متعافي سليم.